مديرية الثقافة في حلب أطلقت ملتقى الفنان التشكيلي لؤي كيالي، والذي تضمن ورشة رسم مباشر، وذلك في صالة تشرين، حيث عرضت فيه بعض من لوحات الفنان العالمي، إضافة لرسم لوحات أخرى للفنان من قبل الطلاب، وذلك تكريما له ولتعريف الجمهور بهذه القامة وتسليط الضوء على فنه ودوره في نقل الفن السوري التشكيلي. هذا الفنان المبدع من مدينة حلب نحتفي اليوم به بتسمية ملتقى لؤي كيالي للإبداع الفني، حتى نعرف جيل الشباب بهذه القامة الفنية الكبيرة العالمية التي من خلالها انتقل الفن السوري التشكيلي وعرفه العالم. حاولت أنه أشغلهم بأسلوبه، لأنه كل مرة لازم يشتغل طالب بأسلوب حدا من الفنانين أو يتعرف عليه ليلاقي هو هويته. المشاركون بورشة الرسم المباشر عبروا عن إعجابهم بها كونها تتحدث عن فنان كبير حمل فنه رسالة هامة، وعبروا من خلال رسم بعض لوحاته عن حبهم لفنه كونها حملت مواضيعا وأفكارا مميزة تعبر عن فنه الراقي. المعرض كتير مميز، وأنا مشاركة بلوحات عن الحرب والسلام تتعلق بالحرب والسلام. مشاركتي كانت بثلاثية، فيها حديثة، فيها رسم لوحة عن الحرب والأبنية والدمار والمرأة. الورشة كتير حلوة، أنه أول شيء بيدل على التعاون، أهم شيء هذا الشيء. وهذا فنان يعني عريق كتير، أنه متوفي فأنه خلدنا له ذكرى من أول وجديد. كانت بتجنن اللوحات والمعرض، كل شيء صار يعني حلو، يعني ما توقعت أنه يكون في بحلب هيك شيء. فهو أول مرة بجي على المعرض، بظن ما راح يكون آخر مرة، يعني راح ضل عيدة وشارك فيها. ويعتبر هذا الملتقى الفني التشكيلي ضمن سلسلة تقيمها مديرية الثقافة في حلب سنويا، بهدف الإشارة لأهم القامات الفنية في حلب وأثرها، ليكون منهجا كون مدينة حلب تحتوي طاقات ومهارات مميزة. مصطفى كوسة، الإخبارية السورية، حلب.